اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الموسم الثالث من برنامجكم المفضل تحدي المختبر. حلقه النهارده عن موضوع في غايه الجمال والروعه وقريب لقلبي شخصيا. النهارده حلقتنا عن السرعه والعجله، مش العجله اللي احنا بنركبها، العجله اللي هي بتعتبر معدل تغيير السرعه في الزمن. وزي ما انتم عارفين في كل حلقه بنخوض التحديات، بس مش لوحدي، معايا بطلين جداد. وفي حلقه النهارده معايا عبد الرحمن ومايا. وخلينا نروح لعبد الرحمن واقول له ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. مستعد النهارده؟ ان شاء الله. عندك كام سنه؟ عندي 13. بتحب ايه اكتر ماده في المدرسه وتبقى كده تروح المدرسه عايز تذاكرها على طول؟ ساينس وماس. ساينس وماس اكيد لو انت شاطر فيهم حلقه النهارده مضمونه في جيبك. ماشي. قول لي هوايتك المفضله او ايه اكتر حاجه بتحب تعملها بره الدراسه نهائي؟ الليجو. الليجو؟ يعني ده يعني انت بره الدراسه بتشتغل ليجو بس؟ بس تلعبش كوره، تروحش تدريب؟ لا كوره شويه. طب مفيش جيمز؟ لا يا ولد. لا. طيب جاهز الحلقه؟ ان شاء الله. تكسب ولا هي؟ انا هكسب. واثق؟ هكسب. نروح نشوف رايها في الموضوع ده ايه ونقول ازيك يا مايا. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. بيقول ان هو هيكسب. ان شاء الله انا هكسب. بالتوفيق. عندك كام سنه يا مايا؟ 13 سنه. ايه اكتر ماده بتحبها في المدرسه قوي؟ ساينس والماث. برضه ساينس وماس، يعني انت لو شاطره فعلا في الساينس والماث يعني المفروض هتكسبه، معنى كده المنافسه قويه. بعيد عن الساينس والماس والدراسه والحاجات دي كلها، ايه اكتر حاجه بتحبي تعمليها في حياتك؟ بحب العب باسكت. تلعبي باسكت؟ تلعبي بقى باحتراف ولا بتروحي تلعبي مع اصحابك بس في المدرسه؟ لا بلعب باحتراف. تلعبي باحتراف في نادي وبتتدربي؟ عايزه تكملي في الطريق؟ متاكده؟ لو ما بين ماجستير وبطوله بره هتعملي ايه؟ لا يعني البطوله، يعني احس ان انا مسؤوليه اكتر في الباسكت. ممتاز، تفكير حلو قوي، والاهم تركزوا في حلقه النهارده عشان نشوف مين هيكسب. جاهزين؟ وانتوا كمان لازم تكونوا جاهزين لاول فقره عندنا النهارده وهي اوبريشن. وجهزنا الاول فقره عندنا فقره اوبريشن. قصادكم ترابيزه، الموضوع فيه ابسط من البساطه، فيها 11 قطعه، مطلوب من سيادتكم انتوا الاثنين تطلعوا اكبر عدد من القطع. هتقول لي ايه السهوله دي؟ اقول لك ما انت عندك حاجه صعبه قد كده. كل واحد يمسك الماسك اللي معاه، حاول كده تدوس على اي فريم حديد من اللي قصادك. بيحصل ايه؟ زماره. اول ما هسمعها من حد فانا هعرف ان هو لمس الحواف، فانت مطلوب منك تخرج القطعه اللي احنا حطيناها بطريقه صعبه من غير ما تحصل الصفاره اللي احنا سمعناها. طيب هتستفاد ايه؟ كل قطعه هتاخد عليها سؤال، وكل سؤال هتجاوبه هتاخد عليه درجتين. قصادك 11 قطعه، يعني واحد فيكم احتمال لو انتوا الاثنين جبتوا كل القطع هياخد اكتر من الثاني. بس معنى ان حد فيكم اخد قطع اكتر من الثاني انه كسب؟ لا، ان هو ممكن ما يجاوبش كل الاسئله. فاي حاجه صعبه؟ لا. جاهزة؟ جاهز؟ أنا وعمر ومايا كلنا جاهزين لأول تحدي معانا النهاردة، ومع كلمة جو هتبتدوا ونقول 3-2-1 جو. معاكم دقيقة تطلعوا أكبر عدد من القطع. عمر ومايا وراحوا للقطعتين السهلين، كل واحد طلع قطعة. هتخش مايا في اللي بعديها، ويا ترى مين هيعدي؟ الموضوع مش سهل. عمر طلع القطعه الثانيه وكده معاه سؤالين، لو جاوبهم هياخد 4 نقط. برافو عليك يا مايا، انت كمان طلعتي القطعه الثانيه. ونروح في اللي بعديها عمر. ستوب يا مايا، كمل يا عمر زي ما انت تقدري. ترجعي تاني يا مايا وكملي. ستوب يا عمر، الموضوع بيصعب، بتنقوا السهل الاول. كمل يا عمر، افضل ماسك على طول الماسك في ايدك ما تتحركش. ومايا فضلت مكمله، عدى نص الوقت ومعاها 4 قطع وعمر معاه 5 قطع. شكلهم ستوب يا مايا، عفوا عبد الرحمن، ستوب يا عبد الرحمن انا اسف. انتوا الاثنين ارجعي يلا يا مايا كملي. ارجع يلا عبد الرحمن، ستوب. فاضل 7 ثواني، كملي يا مايا هشوف هتعرفي تطلعيها ولا لا. نقول 5 4، ستوب يا مايا، 3 2 1. انت تسهلت معاها، انا لو مكانك اخش انط فيها على طول اجيبها. عشان كانت مظلومه، عشان انت جايب 6 قطع وهي جايبه 4، فحسيت 7 قطع قصاد 4 مفيش عدم تجافه.
ايه مية؟ اربع قطع كانت في الاول سهلة. اه. بعد كده بقت صعبة. جاهزة؟ اه. لو جبت الاربع اسئلة هو معاه ستة واحتمال يغلط. جاهز يا عبد الرحمن؟ جاهز. يلا بينا ونروح للاسئلة. عبد الرحمن قدر ان هو يجيب ست قطع ومايا اربع قطع بس. يا ترى هتعرف تجاوب على كام سؤال؟ لان انا هبتدي بيك يا عبد الرحمن، والسؤال الاول بيقول اسهل سؤال، يا ترى ايه هي وحدة قياس الازاحة او الديسبليسمنت؟ الديسبليسمنت. 10 ثواني. اليونت بتاع الديسبليسمنت. 3 2 1. عندكش حتى اي اجابه؟ حتى بتحبش تقول حتى اجابه لو اي حاجه؟ مش عارف. المتر. ديسبليسمنت. صعبت لك في الكلمه شويه، راحت منك. فرصه على طبق من ذهب كده، اكنه جاب 5 قطع بس. نفس السؤال بس برضو سهل، يا ترى ايه هي وحده قياس العجله او الاكسلريشن؟ متر per second squared. متر per second squared. صح ولا غلط؟ عارف الاكسلريشن وحده قياسها ايه؟ لا. متر per second square. اجابه صحيحه، خدت منك اول سؤال. السؤال الثاني في نفس وحده القياس وبرده سهل بس اصعب حاجه صغيره، يا ترى ايه هي وحده قياس الزمن؟ اليونت بتاعت الزمن بنحسبها بايه؟ الزمن. انا ما خدتهاش قبل كده. تايم. هحاول. التايم عدى كام؟ قصادك 3 2 1. ثانية. قصادك 10 ثواني، الزمن بتاعك 10 ثواني. في ايه يا عبد الرحمن؟ صعب عليك؟ لا. امال مالك متوتر ليه؟ متلخبط من ايه؟ لا مفيش. ركز، الموضوع ابسط مش بالصعوبة اللي انت متخيلها، الموضوع بسيط. حب. في نفس برضه نوعية الأسئلة وآخر سؤال من النوعية دي، والسؤال بيقول يا ترى وحدة قياس السرعة؟ سبيد. أيوه السبيد. متر بير سكند. متر بير سكند. أسئلتها أصعب منك وأخدت منك نقطتين بس. ستيل أنت لسه معاك 4 أسئلة وهي معاها سؤالين بس، هي معاها 4 نقط وأنت معاكش ولا نقطة. ماشي. جاهز تروح للأسئلة اللي بعد كده؟ إن شاء الله. والسؤال بيقول عارف الأكسلريشن العجله بتاعتنا اللي احنا لسه متكلمين عليها اللي هو معدل تغيير السرعه، لو انت سايق عربيه يا عبد الرحمن رحت مره واحده دايس على الفرامل اللي هي المكابح، عارف الفرامل بتاعت العربيه، يا ترى البريكس، يا ترى العجله او الاكسلريشن هتكون موجبه يعني بتزيد بالموجب ولا سالبه ولا بتكون السرعه ثابته؟ لا السرعه بتكون. ينفع تعيد السؤال تاني؟ لما انا دلوقتي سايق عربيه، انت سايق عربيه فالعربية دي قابلتك مطب، قابلك أي حاجة، رحت داس فرامل، تمام؟ في مشكلة حد هنا؟ في حاجة مش مفهومة؟ لا. إيه اللي هيحصل؟ هل كده العجلة أو الأكسلريشن هيكون موجب بالموجب ولا العجلة هتكون بالسالب ولا السرعة هتفضل ثابتة ما تتغيرش؟ هتكون بالسالب. هتكون بالسالب. الأكسلريشن هتكون بالسالب. ليه؟ لأن أنت قللت السرعة وعملت معدل تغيير في السرعة بس بالسالب. إجابة صحيحة لعبد الرحمن وأول نقطتين. استعيد ثقتك بنفسك يا ابني، أنت عندك معلومات أقوى من كده. جاهزة؟ في علاقة ما بين السرعة والمسافة أو الديسبليسمنت، السبيد والديسبليسمنت، هل هي دايركتلي بروبوشنال اللي هي طردية ولا انفرسلي بروبوشنال اللي هي عكسية ولا ثابتة ما بتتغيرش؟ كونستنت. ما بين السبيد والديسبليسمنت او المسافه اظن دايركتلي ولا انفرسلي؟ طرديه يعني بتزيد، يعني كل ما المسافه بتزيد كل ما السرعه بتزيد او كل ما السرعه بتزيد. لا كل لا انفرسشن، كل ما السبيد بيزيد. متلخبط. كل ما السبيد بيزيد كل ما الديسبليسمنت بتقل. كل ما الديسبليسمنت بتقل. ده طبعا طبعا مش محتاج اقول لك مع ثبوت الزمن. ايوه. فانت اخر كلام انفرسلي عكسيه صح؟ السرعه والديسبليسمنت العلاقه ما بينهم طرديه يا مايا، لان كل ما السرعه بتزيد كل ما هاخد مسافه اكبر في نفس فتره الزمن. ركزي، راح منك اول سؤال. جاهز؟ سؤال من نفس النوعيه من نفس القانون بنفس درجه الصعوبه. ركز،
العلاقة ما بين السرعة والزمن، طردية ولا عكسية ولا ثابتة؟ دايركتلي ولا انفرسلي ولا كونستنت؟ طبعا هنثبت المسافة. ما بين السرعة والزمن، ركز معايا انا. ماشي. وهنثبت الديسبليسمنت او المسافة. هي يعني ايه طردية؟ معلش. طردية يعني كل ما بتزيد دي بتزيد، يعني كل ما الزمن ما بيزيد كل ما السرعة ما بتزيد، او كل ما السرعة بتقل الزمن بيقل. عكسية. العلاقة ما بينهم عكسية ليه؟ علشان لما الزمن، لما انت بتجري بالسبيد بسرعة عالية، أيوة، فالزمن بيجري برضو بيقل، بتاخد المشوار في وقت أقل. بالزبط. لو خدت المشوار في وقت أكبر بيحصل ايه للسرعة؟ بتزيد. يبقى العلاقة ما بينهم عكسية. برافو عليك يا عبد الرحمن، إجابة صحيحة. نروح لنوعية أسئلة تانية ونقول صح ولا غلط. آخر سؤال ليكي، انت معاكي 4 نقط، حاولي تتشبثي وتاخدي النقطة السادسة. السؤال بيقول، احنا بنتكلم في صح او غلط، في حالة عدم حدوث تغيير في السرعة ولا الاتجاه، يعني ما حصلش تغيير في السرعة ولا الاتجاه، تمام؟ جسمي ماشي ولا اتغير في سرعته ولا اتغير في اتجاهه، فإن العجلة بتساوي صفر. الجملة دي صح ولا غلط؟ العجلة لها اكسلريشن. صح. صح ليه؟ لانه ما حصلش تغيير. ايوه، ما حصلش تغيير في السرعه، فولا في تغيير في العجله ولا بالموجه ولا بسبب. اجابه صحيحه يا مايا، 6 نقط كده. ما فيش اسئله تاني، ونروح فاضل لك كام سؤال؟ سؤالين. صح ولا غلط؟ عجله الجسم تتناسب طرديا مع القوه المؤثره على الجسم، صح ولا غلط؟ طرديا معناها لو دي بتزيد دي بتزيد، عكسيا معناها لو دي بتزيد دي بتقل. صح. بتقول صح، لان كل ما القوه بتزيد كل ما الجسم هياخد دفعه اكبر، فكل ما ايه الجسم بيطلع. فنقول اجابه صحيحه كده. فاضل لك اخر سؤال، لو جاوبته هيبقى معاك 8 نقط وتتفوق عليها بنقطتين. صح ولا غلط؟ لا تتغير العجله بتغيير اتجاه السرعه. غلط. ليه؟ علشان لما العجله انا ما مش فاكر السؤال يعني. انت قلت غلط وخلاص. لا والله. يعني لا تتغير العجله بتغيير اتجاه السرعه، لو غيرت اتجاه السرعه هتغير العجله، لانها لو كانت بالموجب هتبقى بالسالب، ففعلا غلط. اجابه صحيحه كده. انت معاك 4 اجابات صحيحه. بكام نقطه يا عبد الرحمن؟ 8 نقط، وانت معاكي 3 اجابات صحيحه ب6 نقط. معنى كانك سبت التحدي؟ لا لسه. معنى كانك خسرتي؟ لا لسه في تحديات تانية كده. عبد الرحمن معاه 8 نقط ومايا معاهم 6 نقط، وجاهزين يخشوا في تاني تحدي عندنا النهاردة، تحدي الليتل ميكرز أو الصانع الصغير. وجهزنا لتاني فقرة عندنا النهاردة، وهي فقرة الليتل ميكر. لو كنت ركزت في الأسئلة اللي احنا قلناها في الفقرة اللي فاتت هتحلوا التحدي ده كده. هوا التحدي ده عليه 5 نقط، وبما انه الليتل ميكر فانتوا اكيد هتصنعوا حاجة. قصادكم كت اسمها سبايك. كت دي بسيطة جدا، هي متبرمجة ان هي تمشي 5 ثواني فقط لا غير. يعني انا ثبتلكوا ايه؟ 5 ثواني التايم او الزمن، صح؟ دلوقتي حضرتك قصادك انواع مختلفة من الكوتشات، انواع مختلفه من الجيرز، وانواع مختلفه من الكونكتورز. مطلوب من حضرتك السياره اللي معاك او السبايك كيت اللي معاك زي ما احنا بنقول في البلدي كده دفع خلفي، يعني الدفع بتاعها هيكون قايم من الجهه الخلفيه للعربيه. عايزك تستخدم النوع المناسب والشكل المناسب من الجيرز علشان تخلي العربيه تقطع اكبر مسافه في زمن 5 ثواني. ال5 نقط بتوعنا متقسمين ازاي؟ اول نقطتين ان انت تعمل تركيبه صحيحه للكت، نقطتين مضمونين وسهلين جدا. بعد كده نقطتين للي هيقطع اكبر مسافه في زمن ال5 ثواني. معنى انه قطع اكبر مسافه يعني ايه؟ سرعته اعلى. ونقطه اللي هيحسب السرعه بتاعته مظبوط. في اي حاجه مش واضحه؟ في اي اسئله يا عبد الرحمن؟
شويه تركيز، صحصحه شويه يا مريم، يا مايا انا عايز صحصح، صحصح شويه يا مايا. هتبتدوا انتوا الاثنين مع كلمه جو. 3 2 1 جو. دقيقتين بالظبط تكونوا خلصتوا التركيب. هما الاثنين ابتدوا ان هما يركبوا الجيرز، وكل واحد فيهم استخدم جير مختلف عن الثاني. يا ترى المفروض نركب جير واحد ولا نركب جيرين؟ نركب ثلاثة؟ نركب واحد كبير بين الحركة لواحد صغير؟ خلي بالكم عشان عدى نص الوقت. برافو عليك يا عبد الرحمن، خلص تقريبا الجنبين والجيرين. ومايا خلصت الجنبين اللي حاطط في الاكسنس بتاعتها. عبد الرحمن اختار نوع عجلات معين. عبد الرحمن برافو عليك يا عبد الرحمن، اصبر ما تحركش عربيتك. تمام ما تحركش عربيتك الا لما نقول لك تحرك. هشغله. اصبر. ومايا يلا عشان هقول 5 4 3 2 1. انتوا الاثنين كل واحد فيكم اشتغل بفكر مختلف تماما نهائي. ايه قلتش اشتغل. ما كنتش انا بنهي الوقت عادي، انت متحمس جدا، هنشوف نتيجه حماسك دلوقتي. انتوا الاثنين اشتغلتوا بطريقتين مختلفين، واحد اشتغل بعجله صغيره والتاني اشتغل بعجله كبيره. واحد اخد اتنقل الترس، واحد الترس بتاعه اكبر نقل حركه لترس صغير، وانت خليت ترس صغير ينقل لترس كبير. ده هيأثر ازاي هنشوف احنا الاثنين سوا، بس الاكيد ان كل واحد فيكم اخد كام نقطه؟ نقطتين. تمام؟ جاهزين نشوف التحدي اللي بعد كده؟ انتوا الاثنين في نفس الوقت وبنفس الزمن هعد وهقول 3 2 1 جو، هتشغلوا الكتات بتاعتكم وهنشوف مين اللي هيقطع اكبر مسافه في نفس الزمن. عشان اللي هيقطع اكبر مسافه هياخد نقطتين، التاني مش هياخدهم كده كده عشان اكبر مسافه. وبعد كده السؤال الاخير كل واحد فيكم هيحسب السرعه بتاعته. جاهزين؟ هنقول 3 هشغلها دلوقتي وبعد كده اول ما اقول كلمه جو. انا عايز انتوا الاثنين تكونوا على نفس خط البدايه. انت خط العجله اللي قدام على خط كام؟ عجلتك اللي ورا هنا، عجلتك اللي ورا هنا. انتوا الاثنين 3 2 1 ابتدي بواحد فيكم بس، معلش ابتدي بعبد الرحمن. يلا 3 2 1 جو يا عبد الرحمن. وصلت لاخر مسافة 120. ممكن توريها لي تاني يا عبد الرحمن بعد اذنك؟ حاضر. ورجع لي خط البداية، خلي العجلة اللي قدام عند خط البداية. ايوه تاني وستارت. برافو. 120 سنتي في 3 ثواني، اعلى مسافة. برافو عليك يا عبد الرحمن. وريني يا مايا اشوف هتوصلي المسافة قد ايه في 3 ثواني. ها كام بالظبط؟ 80. ممكن نعملها ونشوفها تاني؟ نفس خط البدايه، وجهي نفسك، انطلقي يا مايا. 80 باينه جدا. مين كسبان؟ تقدري بقى مين فيكم يقول لي مين كسب؟ عشان ايه بالظبط؟ تفصيله صغيره قد كده. عشان الويل. لا على فكره الويل بتاعتك تكسب. علشان الجيرز. عشان الجيرز. جير كبير لما ينقل لجير صغير يحصل ايه؟ سرعه اعلى. سرعه اعلى. سرعه اعلى مش منطق. جير كبير بنفس عدد اللفات للجير الصغير لما يجي ينقل لجير صغير اكيد هيطلع لي سرعه اعلى من جير صغير بيطلع بينقل حركه الجير كبير. صح ولا لا؟ اخذ منك نقطتين. كل واحد فاضل له نقطه. في 10 ثواني انتوا الاثنين احسبوا لي سرعه السبايك بتاعتكم. سؤال بسيط، نقطة تاخدوها قبل ما نقفل التحدي.
هقول 3 2 1. عبد الرحمن سرعة عربيتك كام؟ 120. السبيد ده 25. 25؟ 25 ايه على ايه؟ ما بنقولش 25 وخلاص. 120 over 5. ايوه 25 يعني متر بير سكند، متر بير اور. نسيت احط كام؟ قول لي. متر بير مش عارف الصراحه. تمام. ها 4 سنتيمتر بير سكند. 4 سنتيمتر بير سكند. مسافتك كام؟ الديسبيسمنت بتاعك كام؟ 80 اوفر 5. 3 سكند نوت 5. احسبيها تاني اوفر 5. وانت حسبت كام على كام؟ 120 over 5. طلع لك 25 صح؟ لا احنا اوفر 3. احسبها تاني عشان كده هحتاج الكليتر عشان تطلع ديسم. صعبه شويه صح؟ احسبها لك. انا عايز تحسبي وانا اطلعه لك. 8 over 3. 80 over 3. صعبة شوية بس انا هطلعها لك. هي 9 3 الا تلت يعني 2 2.6666 يعني 26.6666 26؟ ايوه. ها طلعت معاك بكام؟ صعبة برضو؟ بس مش صعبة خالص. ده انت اسهل، انت فورتي. انتوا جايين في السؤال اللي كده؟ 3 120 over 3 بكام يا تمام؟ تمام؟ عبد الرحمن طلعت معاك بكام؟ 40. ايه بقى؟ 40 متر بير سكند. اخر اجابه 40 متر بير سكند. وانتي 26.666 سنتيمتر بير سكند. سنتيمتر بير سكند. اجابتك صحيحه يا مايا، هتاخدي النقطه بتاعتك. انت اجابتك صح ولا غلط؟ غلط. غلط ليه بقى؟ انا عايزك انت تقول تصحيح. بدل متر سنتيمتر. سنتيمتر صح؟ يبقى 40 سنتيمتر بير سكند. وطبعا بما انك 40 سنتيمتر بير سكند يبقى انت هتقطع مسافه اكبر من 26.6 سنتيمتر مش متر بير سكند. يبقى انت خدت نقطتين عشان ركبت الكت بتاعتك صح، وخدت نقطتين عشان قطعت مسافه اكبر، بس للاسف ما خدتش اخر نقطه، فانت اخدت التحدي ده 4 نقط. ماي اخدت نقطتين عشان ركبت الكت صح، ضاع منك نقطتين عشان هو سبقك وبس اخدت اخر نقطه لان انت حسبتي السبيد بتاعتك صح، يبقى اخدتي 3 نقط. التحدي اللي فات كان كام نقطه؟ 6. يبقى انت كده كله توتال 9، وانت التحدي اللي فات كان 8 مع الاربعه دول يبقى كده 12. معنى كده انك خسرتي؟ لسه. معنى كده انك كسبت؟ لسه، عشان احنا الثلاثه هنكون جاهزين لاخر تحدي اللي هيحدد لنا الفايز في حلقه النهارده، وهو تحدي الجيرول. ووصلنا لاخر تحدي عندنا في حلقه النهارده، تحدي الجير وول. عبد الرحمن وصل للمرحله دي وهو معاه 12 نقطه، مايا وصلت للمرحله دي معاه 9 نقط. التحدي ده بخمس نقط زي ما انتم عارفين، متقسم لجزئين، انتوا اللي محتاجين بقى تركزوا في الموضوع ده. اول جزء بثلاث نقط، وتاني جزء بنقطتين. طب يا ترى ايه الجزء اللي بثلاث نقط؟ كل واحد فيكم عنده لوحه من الجيرز وعنده اماكن محدده. مطلوب من حضراتكم ان انتوا تحركوا الجير الاخير اللي هو الجير الاسود عن طريق الجير الاحمر زي ما انتوا عملتوا في العربيات بالظبط، بس الشرط الوحيد اللي هنا ان انتوا عندكم وقت محدد وهو 3 دقائق. الشرط الثاني ان انتوا الجيرز بتاعتكم تتحط في الاماكن المخصصه في الحلقات، ما تتحطش بشكل عشوائي. في اي حاجه صعبه؟ بعد ما ال3 دقائق يخلصوا وكل واحد فيكم نجح ان هو يحرك الترس الاسود عن طريق الترس الاحمر، هيطلب منكم سؤال انا مش هقول لكم عليه دلوقتي عشان الاجابه في ساعتها هي اللي هتدي النقطتين. عندك اي اسئله يا عبد الرحمن؟ لا. جاهز؟ جاهز. عندك اي اسئله يا مايا؟ لا. جاهزه؟ هتبتدوا مع 3 2 1 جو. ال3 دقايق بتوعكم ابتدوا عشان تحركوا الجير الاسود، اتفضلوا. مايا وعبد الرحمن كل واحد فيهم بدا من ناحيه وكل واحد فيهم بدا من حجم. هتعيشوا مرحله من التجربه والخطا لا نهائيه.
كل واحد فيكم يحاول يتنبأ بأنهي الجير المناسب في المكان المناسب. وانتوا الاثنين ابتديتوا من ناحية الجير الأحمر، وانتوا الاثنين بتبتدوا بنفس التفكير. هتقعدوا تجربوا هتلاقي الجير ده ايه، ده جاي، ده مش جاي، ده جاي، ده مش جاي. في مليون حل، تخيلوا بقى، في حلول كتير جدا جدا جدا. برافو عليك يا مايا، كملي. ايوه ظبطيها تظبيطه صغيره بس، احنا تمام. عبد الرحمن برضو شغال الله ينور، ومايا تمام. مايا ماشيه زجزاج، حل جديد اول مره اشوفه، بس برافو عليكي. وعبد الرحمن بيحارب، بيسابق الزمن. عندك حركه بص قدام عينيك، ستة مش واخد بالك منها، ومايا فاضل لها حركه. العيب فين يا ترى؟ العيب فين يا ترى؟ مش شرط واحد بس يتحط في النص يا مايا، ممكن يبقوا اتنين. تمام جربي. اصعب مرحله اللي انتوا فيها دلوقتي، اصعب مرحله. حطيتي اللبني، ممكن تجربي تشيلي الاحمر. جربي بقى يا مايا، عشان خلي بالك هقول 10 9 8 6 5 توتر في اعلى مستوياته، 4 3 2 1 بس خلاص. صعب قوي صح؟ عشان كده اخر تحدي. تعال تعال تعال، ارجع على مكانك، ارجع على مكانك. انتي المايا مشيتي هنا صح، عندك المشكله كانت فين؟ لا. هنا. انا لما اجي، انا لو مكانك انا دايما اعمل ايه؟ هشوف المشكله فين. انا حركت هنا ماشي 10 على 10، طب انا عايز اوصل لهنا اعمل ايه بقى؟ ادور على حلول. اول حاجه شوف الترس الاسود ده انا ممكن اوصل له ازاي. هل ينفع اوصل له بالاحمر هنا؟ لا. هل ينفع اوصل له بالاصفر هنا؟ اه صح. طيب انا اقدر بقى كونكت هنا ازاي؟ لازم نلاقي حل، لازم نلاقي طريقه. على فكره انا بلاقي الطريقه دي معاك، انا مش حافظها. في مليون حل للموضوع. هل مثلا عملت ده كده هيجيب؟ تمام. ها تعال هنا كده، تعال نشتغل. تمام، انت قصتك قصه بس انت فهمت المبدا العام؟ فهمت المبدا العام؟ طيب بما انكم انتوا الاثنين ما قدرتوش ان انتوا تعملوا اللوحات بتاعتكم، فانتوا الاثنين للاسف ما خدتوش نقط. بس فاضل سؤال. تمام؟ والسؤال هنعمله على اللوحه اللي احنا عاملها. السؤال بيقول لو انا حركت الترس الاحمر في اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز، الترس الاسود هيتحرك مع عقارب الساعه ولا عكس اتجاه عقارب الساعه كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ معاكم 10 ثواني كل واحد فيكم يفكر. ممكن نجرب؟ لا، ما انتوا احنا هنجرب على حسب النتيجه. انا عايزكم بالعينين، ما انتوا جربتوا تعرفوا النتيجه. معاكم 10 ثواني. حركنا الترس الاحمر في اتجاه عقارب الساعه، هيحصل ايه في الترس الاسود؟ يلا كل واحد يحتفظ اجابته لنفسه لحد ما اقول له يجاوبني. معاك اجابه؟ اه معاك اجابه. اجابتك ايه؟ الاسمه ايه ده؟ الاسود هيلف لقدام مش مع عقارب الساعه ولا عكس عقارب الساعه؟ لا عكس عقارب الساعه. وانتي مع عقارب الساعه. انتوا اتنين اجابتكم مختلفه. اللي هيفصل الاجابه ان انا هروح واحرك التروس وهنشوف هيحصل ايه. انت بتقولي مع عقارب الساعه يعني في الاتجاه ده، وانت بتقول عكس اتجاه عقارب الساعه يعني في الاتجاه ده. فانا لو حركت الترس الاحمر واقول 3 2 1 اتحرك مع عقارب الساعة. يلا حصل خير، توقع. يبقى كده مين اللي جاوب الإجابة دي صح؟ مايا. كده أخدت نقطتين.
بس كده يعني المايه مجموع النقط كام؟ 11. وانت مجموع نقطك كام؟ 12. فللاسف لو كنت عملت التحدي ده كان فاضل خطوه كنت ممكن تكسبيه، بس مجموع النقط ادانا في نهايه الحلقه ان عبد الرحمن هو اللي كسب وتأهل معانا للمراحل اللي بعد كده، وانت في فرق نقطه للاسف خسرتي معانا. حابه تقول لنا اي حاجه في النهايه؟ اتعلمت اي حاجه جديده النهارده؟ اتعلمت ازاي نستخدم الجيرز وازاي نستخدم الجيرز في العربيه، وازاي نستخدمها في العربيه. وانت بتسوقي مانيوال بعد كده وبتغيري ما بين الجيرز وما بين بعض هتبقى عارفه ايه اللي بيحصل، صح؟ عبد الرحمن استمتعت؟ استمتعت. جاي للجهاز اللي بعد كده؟ ان شاء الله. بس انت عارف ان انت بنفس درجه التركيز دي هتطحن، فانا عايزك تركز اكتر المره الجايه. الف الف مبروك، هارد لك، بس المرات الجايه نشوفك تاني وان شاء الله تقدري تكسبي. حابه تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ واحنا كمان يا رب تكونوا استمتعتوا معانا وتعلمتوا معلومه علميه جديده، والاهم من كده ان انتوا تستنونا في حلقه جديده من تحدي المكتب. استمتعت اكتر حاجه في نام كونكت من الخليل الاحمر وخلاص. انا اكتر حاجه عجبتني السبايك كيت. مبروك عشان تكسبت. الله هارد لك، عملت اللي عليها النهارده.